بعد سيطرة واضحة من القوات التركية على الكلية الجوية مصرات ضمن مخطط الغزو التركي، أكدت وسائل إعلام إيطالية منع تركيا عدد 40 ضابطا وجندي إيطالي من لواء جوليان الطبي الذين أقلعوا في 31 من الشهر الماضي بطائرة الشحن الجوي العملاق لوكهيد سي 130 من قاعدة بيزا الإيطالية للقيام بمهامهم في المستشفى الميداني الإيطالي في مصرات. وأوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن المنع تم بحجة عدم وجود تأشيرات مما اضطرهم للعودة إلى قاعدة بيزا. الصحافة الإيطالية وصفت الحدث بأنه طرد للقوة الإيطالية وأنه إهانة كبيرة للجيش الإيطالي، مما يدل على ضعف دور إيطاليا في ليبيا. يذكر بأن المستشفى الميداني الإيطالي في مصرات أنشئ في مارس عام 2016، وأوضحت إيطاليا أنه يهدف لتقديم خدمات طبية لميليشيات البنيان المرصوص أثناء حرب داعش في السرت، لكن القوة العسكرية الإيطالية استمرت في عملها حتى بعد انتهاء معارك مصرات في السرت، وهو ما وصفته الصحف الإيطالية بأن النفوذ التركي أصبح يسيطر على حكومة الصخيرات، ما يسبب إهانة لإيطاليا بحسب وصفهم. وفي تصريح سابق لوزارة الدفاع الإيطالية قالت إن 400 جندي إيطالي و 140 قطعة عسكرية برية وبحرية وجوية تساهم في هذه القوة العسكرية في مصرات. ولكن بعد سيطرة واضحة من القوات التركية على الكلية الجوية مصرات، أصبحت تفرض نفوذها على المدينة، حيث تستخدم هذه الكلية كقاعدة عسكرية لها، وتستخدمها لتخزين الأسلحة والذخائر التركية والطائرات المسيرة والمعدات العسكرية